الرئيس تحدث وشكر الناس، قال شكرا للبطل الحقيقي في معركة البناء والنماء المواطن المصري. قال الرئيس بطل المرحلة، بطل هذه المرحلة، صاحب الإنجازات الحقيقية في هذه المرحلة هو الشعب. العنوان العريض الشعب هو بطل المرحلة. ليه؟ لأنه تحمل، تحمل كما يقول الرئيس، تحمل بفهم، تحمل بإيمان، تحمل بوعي. والرئيس بيقول أشكركم، بيشكر مين؟ بيشكر الناس، بيشكر الشعب، بيشكر المواطن، بيقول لأنه هذا الشعب العظيم العريق تحمل أعباء المرحلة الأصعب في تاريخ مصر. لكن الرئيس بيقول ما كانش عندي خيار آخر، الناس تحملت، شكرا للناس، لكن ما كانش عندي خيارات أخرى، ما كانش عندنا رفاهية الخيارات أو الاختيارات، ما كانش عندي اختيار من متعدد. الرئيس بيشكر الناس اللي تحملوا فاتورة الإصلاح الأصعب، لكنه بيقول لهم معلش ما كانش عندي حل تاني. تعالوا نستمع إلى الرئيس. واسمحوا لي هنا مرة تانية أقف يعني أتكلم في الدور اللي الشعب المصري بيقوم به. في كل مرة تيجي الفرصة أن أنا أتكلم على الإصلاح والإجراءات اللي احنا بنعملها، سواء كان الإصلاح ده إصلاح اقتصادي أو إصلاح في بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف اللي موجود فيها، البطل في الحالتين هو المصريين، شعب مصر. زي ما انتوا حاضرين النهاردة وكنا حضرنا من يومين فاتوا في كلية الشرطة، هو الأسر المصرية بالكامل هي اللي بتقدم الأبناء والشباب اللي انتم شايفينه ده، واللي هو بيقدم حياته ودمه من أجل مصر. فالشعب المصري هو اللي بيقوم بالدور كله، وإحنا الدورنا بينحصر في إن إحنا يعني يبقى في رؤية وفي توجيه وفي سياسات بنعملها. لكن لولاكم، لولاكم يا مصريين في الحاجتين اللي أنا بتكلم عليهم، لما أخطر ما بيقابلنا الإرهاب والاقتصاد، لولاكم. وأنا مش بقول الكلام ده عشان يعني كلام يبقى جميل، يعني انتوا أوعى كتير وأذكى كتير وأفهم كتير من حد ممكن يخدعكم بكلام معسول. ما كانش ممكن أبدا ننجح في الحالتين دول، ومن أخطر تحديين